أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم ارتفعت قليلا درجات الحرارة، كانت حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن ساد طقس بارد نسبيا في عموم مناطق المملكة خلال ساعات النهار. أيضا كانت الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار، لكن خلال الساعات القادمة أي خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بامتداد لمنخفض جوي ضعيف نوعا ما مع تيارات غربية رطبة، ستعمل هذه الظروف الجوية على تشكل غيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع، تعمل على هطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى اعتبارا من هذه الليلة أي ليلة الثلاثاء على الأربعاء، تمتد تدريجيا نحو أجزاء من المنطقة الجنوبية وأجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات ليل أو خلال ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. خلال يوم الأربعاء تبقى الأجواء أيضا باردة غائمة أو متقلبة بين الغائمة جزئيا والغائمة كليا، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة تتركز في المنطقة الشمالية والوسطى. أيضا يوم الأربعاء يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة يوم الثلاثاء، ليكون الطقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار لكن بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل. اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء وليل الأربعاء على الخميس يبتعد هذا المنخفض الجوي أو يبتعد هذا الامتداد للمنخفض الجوي ويرتفع الضغط الجوي من جديد في المنطقة، وتعود الأجواء للاستقرار وتتلاشى وتنحصر فرص أي هطولات مطرية اعتبارا من ساعات ليلة الأربعاء على الخميس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.